فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يدخر كل شهر مبلغا من المال من راتبه. رجل يدخر كل شهر مبلغا من المال من راتبه، كيف يؤدي الزكاة؟ إيه نعم، إذا حال عليه الحول يزكيه، أو يجعل له موعدا، اللي يوفر من كل شهر يجعل له موعدا من السنة يخرج فيه زكاة ما لديه، ما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من العام القادم، وبهذا تبرأ ذمته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.